صباح الخير يا أبلة نبيلة. صباح النور يا فلفل. إيه ده؟ أنت معاك كاميرا؟ أيوة، أنا قررت أعمل معرض صور اسمه سكان عالم سمسم، واخترت حضرتك عشان تبقي صاحبة أول صورة في المعرض. بجد يا فلفل؟ دي حاجة ظريفة جدا. طيب بقولك إيه، تحب تاخد صورتي وأنا قاعدة مثلا أقرأ في كتاب؟ فكرة ممتازة، وهسمي الصورة أسميها إيه؟ أبلة نبيلة أمينة المكتبة وهي بتقرأ في المكتبة. معلش هو اسمي طويل شوية لكن جميل. اتفضلي بقى حضرتك بقى الناحية دي كده. أيوة عندك؟ لا، نزلي بقى الكتاب شوية كده على وشك عشان يبان. طيب أيوة كده تمام. يلا، 1 2 3. وريني. شوفي كده. ايه ده يا فلفل؟ الصورة سودة كده ليه؟ مش عارف يا أبلة نبيلة، مع اني زي ما حضرتك عارفة طبعا احسن واحد يصور في عالم سمسم. انا عارفة طبعا، بس بقولك ايه، طب ما تراجع على كل حاجة كويس كده في الكاميرا. عندك حق يا أبلة نبيلة، انا هراجع على كل حاجة دلوقتي. زرار التشغيل مفتوح، البطارية محطوطة في مكانها، والفيلم جديد ومحطوط صح. طيب ممكن نجرب صورة تانية؟ طبعا ممكن. حاضر. إيه كده برضو؟ لا لا لا، نفس القعدة بتاعت المرة اللي فاتت. طيب. ايوه. يا سلام، دي بقى هتبقى صورة تحفة تحفة. 1 2 3. معقول؟ ايه يا فلفل، طلعت سودة تاني؟ ايوه طلعت سودة يا أبلة نبيلة. طب بقولك ايه، راجع تاني على الكاميرا، يمكن لما تراجع تاني تلاقي سبب المشكلة. صح يا أبلة نبيلة صح، انا هراجع تاني. واضح ان حضرتك بتعرفي تصوري زيي بالظبط. الزرار اللي بيشغل الكاميرا مفتوح، البطارية في مكانها ومحطوطة صح. امال في ايه طيب؟ أبلة نبيلة. نعم. معلش هنجرب مرة كمان لو سمحتي. لا يا حبيبي مفيش مشكلة، يلا نجرب تاني. لا لا بصي، بلاش القعدة بتاعت كل مرة، نغيرها يمكن الصورة تطلع. طب اجي كده؟ كده كويس؟ كويس قوي. طيب. اكيد بقى المرة دي الصورة هتطلع، انا رجعت على كل حاجة وما لقيتش اي مشكلة. يلا، 1 2 3. ها تاني، انا مش عارف في ايه، برضو الصورة سودة. طب بقولك يا فلفل، بعد اذنك يعني ممكن توريني الكاميرا وانا هراجع بنفسي؟ اتفضلي يا أبلة نبيل. شكرا. مش عارف في ايه، كل مرة سودة. الزرار مفتوح، الفيلم تمام. طب ايه بقى؟ في حاجة واحدة انت نسيتها يا فلفل. ايه هي؟ غطى الكاميرا. انت ما شلتش غطى الكاميرا. يا سلام، هو الغطا بيتشال؟ فاتتني دي يا أبلة نبيلة، لكن عشان حضرتك ساعدتيني انا هغير اسم صورة حضرتك في المعرض. هتسميها ايه؟ هسميها أبلة نبيلة أمينة المكتبة وهي بتقرا في المكتبة، بعد ما عرفت المشكلة في كاميرا المصور فلفل. ها ايه رأيك بقى في الاسم ده؟ أنا اسمي كريم. وده شادي أخويا الكبير. ودي أختي ريم، بتحب تساعد ماما. النهاردة يوم أنا كنت مستنيني الأسبوع. عارفين ليه؟ أصل بابا وعدنا في يوم أجازته إنه حيعمل لنا مفاجأة وحيفسحنا في مكان حلو قوي. وكلنا كنا مستعدين للخروج، ووصلنا للمكان اللي احنا كنا رايحينه، والمفاجأة انها طلعت الملاهي. دي اكتر لعبة ريم بتحب تلعبها كل لما تيجي هنا.
أما اللعبة دي فكلنا بنحبها. مش كل الألعاب ينفع نلعبها في الملاهي. بابا بيقول إن في ألعاب ممكن نلعبها لما نكبر. كلنا كنا مبسوطين قوي بالألعاب. والآيس كريم كمان. وكمان عايز أشكر بابا عشان هو عمل لنا المفاجأة الحلوة دي. كل يوم جمعة بروح الجنينة علشان أطير طيارتي الورق. كل مرة بشوف أشكال سحاب كتير وبتخيل حاجات كتيرة قوي في السحاب، زي مثلاً الشمس والكواكب. نفسي طيارتي الورق تاخدني وتطير في الفضاء. كمان بشوف السمك والأخطبوط في أعماق البحر. ساعات بحس إن طيارتي الورق ممكن تلف بيا الدنيا. أخيرا وصلنا لمغارة الكنز. لو سمحتوا يا جماعة، ممكن أنا اللي أقول كلمة السر وافتح باب المغارة؟ اتفضل يا فلفل. افتح يا سمسم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ متهيألي الباب مش هيفتح كده يا فلفل، لازم تقول كلمة السر مرة واحدة بس. بس انا فعلا قلتها مرة واحدة بس. طيب هجرب تاني. افتح يا سمسم. انت قلتها اكتر من مرة يا فلفل. لا انا ما قلتهاش غير مرة واحدة بس. انت قلت كلمة السر معايا يا نمنم. انا لا يا فلفل، انا ما قلتش حاجة. ولا انت يا خوخة. ولا انا يا فلفل. يبقى في حد غريب هنا. تارا تارا تارا، انا حارس المغارة. قولولي مشكلتكم ايه وما فتحتوش الباب ليه؟ احنا عايزين نعرف مين اللي مستخبي هنا، وكل ما نقول كلمة السر يقولها ورانا. وعلشان الباب يفتح لازم نقولها مرة واحدة. مفيش حد بيقول وراكم الكلام ده، صدى الصوت بيجلجل. صدى الصوت؟ يعني ايه؟ الصوت عامل زي الموجة، لما بنقول كلام موجة الصوت بتطلع من بقنا وتروح لودن اللي بيسمعها. ولو الموجة دي وصلت للودن مرتين، اللي بيسمع الصوت هيسمعه مرتين. صحيح، ده الصوت اللي احنا سمعناه زي صوتي بالظبط. طب ليه لما بنتكلم في الجنينة او في البيت مش بنسمع صدى الصوت؟ عشان صدى الصوت يظهر لازم نكون في مكان واسع جدا زي ده، ولازم يكون في حواليكم حيطان عالية جدا زي الجبال دي.
ساعتها الموجة هتوصل مرة وتروح تخبط في الجبل البعيد وتوصل تاني مرة، وتخبط في الجبل الأبعد وتوصل تالت مرة. هو ده صدى الصوت. يعني موجة الصوت لما بتروح عند الجبل ده بترجع لنا تاني بعد شوية فنسمع نفس الصوت تاني. بالظبط. طيب ليه مفيش صدى لأصواتنا وإحنا بنتكلم دلوقتي؟ عشان إحنا دلوقتي مش بنتكلم بصوت عالي. جرب كده وقول أي حاجة بصوت عالي. إحنا عايزين ندخل المغارة. إحنا عايزين ندخل المغارة. إيه ده؟ دي حاجة ظريفة جدا. أنا هجرب. يا خوخة يا خوخة. ودلوقتي لو عايزين تفتحوا باب المغارة قولوا افتح يا سمسم بصوت واطي. طيب نجرب. افتح يا سمسم. اتفضلوا. ايه احم احم اتفضلوا. ايه ده؟ مش عايزين تجيبوا الكنز؟ الحقيقة احنا عاوزين نلعب بصدى الصوت، ده احلى بكتير من الكنز. يا خوخة يا فلفل. يا خوخة يا فلفل. يا خوخة يا فلفل. انت لوحدك خالص على وشك انك تعدي الشارع، لكن نور الإشارة اتحول لأحمر وبعد كده حصل. عدي الشارع مع بابا أو ماما. ما تعديش الشارع لوحدك. شكلي زي الشجرة ولوني زي الخضرة واسمي أعجب من شكلي. أخد قطع يا بروكولي بروكولي. يا فلفل. ازيك يا فلفل؟ انت بتعمل ايه؟ أنا بكتب قصة يا عم جرجس. كويس جدا يا فلفل، كتابة القصص دي حاجة ممتازة جدا. أنت ممتاز يا فلفل. ممكن تقولي بقى قصتك دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عني وعن أصحابي في عالم سمسم. حاجة ظريفة جدا يا فلفل. كويس قوي إنك تتكلم عنك وعن أصحابك في عالم سمسم. أمال شايف كده شكلك مش مبسوط، ليه يا فلفل؟ لأن في حاجة في القصة مش مظبوطة ومش عارف أعمل إيه. ممكن تساعدني يا عم جرجس؟ طبعا طبعا يا فلفل، بس انت احكي لي الاول بتتكلم عن ايه وانا هحاول اساعدك. متشكر جدا يا عم جرجس. قصتي بطلها انا فلفل. كنت قاعد عند سور الجنينه مبسوط وبغني، وبعدين قلت لنفسي يا سلام يا سلام لو معايا عسليه كتير، وفجأة وقعت فوق راسي عسلية كتيرة قوي. هيا فلفل، وبعدين حصل ايه؟ ولما وقعت فوق راسي العسلية فرحت جدا وقلت لنفسي يا سلام بقى لو معايا كرة كمان، وفجأة وقعت فوق راسي كرة حلوة قوي. يا فلفل كمل، وبعدين؟ بدأت أكل العسلية وألعب بالكورة وكنت مبسوط جدا، وهي دي نهاية القصة. قصة جميلة جدا يا فلفل، بس أنا كنت عايز أعرف فين هي المشكلة بقى؟ أنا مش عارف العسلية والكورة جم منين. العسلية والكورة جم منين؟ اسمع يا فلفل، أنا عندي الحل. إيه هو يا عم جرجس؟ إنك تكتب في قصتك وتقول إن عم جرجس كان سامعني وهو اللي بعت لي العسلية والكور.
بجد يا عم جرجس؟ بجد يا فلفل، وبكده بقى تبقى القصة مظبوطة. متهيألي يا عم جرجس ده حل كويس قوي، بس يا ريت نجربه الأول. أنا هروح أقعد عند سور الجنينة، ولما تسمعني بقول يا سلام لو معايا عسلية أو يا سلام لو معايا كورة تبعتهم لي على طول، خلاص؟ يلا. إيه؟ لو سمحت يا عم جرجس، لما تيجي تحدف الكورة والعسلية بالراحة شوية عشان راسي وجعتني جدا في القصة.